الحزن ساكن وكل مكتوب عن وصية الفنانة المصرية دلال عبد العزيز قبل رحيلها بلحظات أبكت أسرتها والملايين. قالت الفنانة المصرية نشوى مصطفى أن وصية الفنانة دلال عبد العزيز لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم في بداية مرضها بفيروس كورونا وأثناء وجودها على جهاز التنفس الاصطناعي هو عدم نسيان الراتب الشهري الذي خصصته لبعض الأشخاص المحتاجين. وأضافت نشوى في معرض نعيها لدلال عبد العزيز التي غيبها الموت السبت بعد معاناه مع المرض: إنها كانت فنانة عظيمة وسيظل أثرها باقيا مع الجميع. وأشادت الفنانة المصرية بموقف دلال عبد العزيز رغم محنة مرضها معلقة: كانت تتذكر المحتاجين لها وكانت كريمة، عشمنا في إن يرحمها الله ويغفر لها ويرزقها الجنة. وشددت على أن دلال عبد العزيز كانت فنانة محترمة وراقية وتعد من أهم فناني مصر، وتمنت أن يرحمها الله ويحسن إليها، مشيرة إلى أن الراحلة كانت كريمة للغاية وسيدة مصرية بالمعنى الحقيقي. وتابعت نشوى: دلال بنت بلد وفلاحة أصيلة، ربت ولادها أحسن تربية، أتذكرها بكل خير، وعلاقتها بالناس كانت في منتهى التواضع وخيارها مقدم لمن تعرفه ومن لا تعرفه. وعبرت نشوى عن خالص تعازيها للثنائي الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، متمنية أن يعينهم الله نظرا لفقدانهم الأب والأم في فترة قصيرة، وهذا أمر قاسي جدا لكنها سنة الحياة. مختتمة: كلنا سنموت، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها، كانت نعمة الأخت والصديقة. وقالت الفنانة دنيا سمير غانم في أول حوار صحفي لها بعد رحيل والدتها الفنانة دلال عبد العزيز أن الفنانة دلال أوصتها على شقيقتها إيمي سمير غانم، وأوصتها أيضا بعدم قطع الراتب الشهري التي خصصته لبعض الأشخاص المحتاجين، وهو ما أبكى عدد كبير من محب الفنانة دلال عبد العزيز. وفي مفاجأة من العيار الثقيل، دلال عبد العزيز لم تحتمل بعد علمها بوفاة زوجها ففارقت الحياة. فجر أحد الأطباء المشرفين على علاج الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز مفاجأة مدوية عندما قال أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تحتمل بعد علمها بوفاة زوجها ففارقت الحياة على الفور. وقال المصدر الطبي وفق ما نقلته وسائل الإعلام أن تدهور حالة الفنانة دلال عبد العزيز المفاجئ كان عقب علمها برحيل زوجها سمير غانم، وأوضح أن حالتها تدهورت الجمعة منذ علمها بوفاة زوجها، فتوقف التنفس عندها لعدة مرات إلى أن توقفت عضلة القلب وانعدم الأكسجين بالرئة صباح السبت حتى فارقت الحياة على الفور. وأشار الطبيب الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن محاولات الأطباء لم تنجح في عودة الفنانة مرة أخرى إلى الحياة، وكانت العائلة امتنعت عن إبلاغها في بداية الأمر برحيل زوجها سمير غانم حتى لا يؤدي ذلك إلى تداعيات سلبية على صحتها. الهدوء يا جماعة، الهدوء.
تمسحها بس يا جماعه عشان سمحت نوك صح لو سمحت افتح نزل الموبايل يا كابتن نزل الكاميرا لا يا جماعه لو سمحت نزل الكاميرا معلش يا اخويا ارجع يا باشا كده يلا يا باشا ارجعوا بقى كده والله عزيزني الناس كده عزيزني يا باشا عزيزني يا باشا احنا مش تعبانين فقدنا يعني حد صديق عملية جدا إنسانة ما كانتش يعني أنا لو أنا ماشي حتى دلوقتي عمالة أقول يا دلال كنت تبقي جنبي ورايحين الجنازة سوا أبقى أنا اللي وراك موبايل يا جماعة موبايل يا جماعة مش قادرة مش عارفة هل فعلا دخلت آخر 24 ساعة في غيبوبة يا فندم؟ والخير الكتير اللي كان بيعمله يمكن لسه لغه فاهم لسه لغه ايوه بس الخير اللي بتعمله كتير قوي تقولي ايه لاولادها النهارده يا فندم ربنا يصبرهم على المصيبه اللي هم فيها طبعا الكارثتين ورا بعض يعني طبعا اللهم لا اعتراض اراده ربنا الكاميرا يا سيدي الكاميرا فقدنا يعني حد صديق عملية جدا إنسانة ما كانتش يعني أنا لو أنا ماشي حتى دلوقتي عمالة أقول يا دلال كنت تبقي جنبي ورايحين الجنازة سوا أبقى أنا اللي وراك موبايل يا جماعة موبايل يا جماعة مش قادرة غريب مش عارفة هل فعلا دخلت آخر 24 ساعة في غيبوبة يا فندم؟ والخير الكتير اللي كان بيعمله يمكن لسه لغه فاهم لسه لغه ايوه بس الخير اللي بتعمله كتير قوي تقولي ايه لاولادها النهارده يا فندم ربنا يصبرهم على المصيبه اللي هم فيها طبعا الكارثتين ورا بعض يعني طبعا اللهم لا اعتراض اراده ربنا الكاميرا يا سيدي الكاميرا عزيزني الناس كده انا واقف في الاخر جنب الباب بتاع المشروع
كابتن راح فين؟ ويخرج بره انت تدخل.